حرص عدد من عمال المصانع والشركات بمحافظة البحيرة على متابعة المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، وأعربوا عن تقديرهم لجهود الدولة في دعم الاقتصاد الوطني والمبادرات التي أطلقتها الحكومة لدعم القطاع الخاص. الرئيس أطلق مبادرة اسمها مبادرة ابدأ، هيكون فيها أنواع كثيرة من المساعدة للمصانع، زي تخفيضات ضرائبية، زي تسهيلات، زي فتح ابواب وطرق ابواب خارجيه للتصدير ومساعده بالنسبه للمصانع اللي هي متعثره حاليا، وفتح ابواب رزق كبيره للناس العماله الكتير اللي موجوده. يعني احنا بنعتبر اليوم ده زي يوم احتفال كده بمناسبه المؤتمر الاقتصادي وبمناسبه مبادره ابدا اللي الرئيس اطلقها، وان شاء الله احنا في ظهرنا رئيس قوي، قائد قوي. الأزمة اللي احنا بنمر بيها دي أزمة عالمية، مش أزمة خاصة بمصر، ومصر الحمد لله في صمود، مصر واقفة، واقفة ومش واقفة، واقفة عادية، مصر واقفة شامخة. لما لقيت في مبادرة دعم الرئيس زي مبادرة ابدأ، لازم يكون ظهر كلنا مع الرئيس، كلنا شايفين المجهودات اللي الرئيس بيعملها. احنا برضو العالم كله بيمر بأزمات خانقة بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي. يعني لأول مرة من عقود العالم كله بقى بيعاني مشكلات اقتصادية بسبب ارتفاع سعر الطاقة، بسبب ارتفاع سعر السلع الغذائية. الحمد لله رب العالمين، وضعنا في مصر أفضل بكتير من دول في العالم.